السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درنا واحد الزيارة عند الأخ حميد أو حمادة. خويا حميد بخير بصحة والراحة بعدا؟ حالات حالات أي حالي حالات كي داير؟ بخير، الله يحفظك. هاني أموركم الحمد زيادة، لله كلشي والله، بخير. هذا كل شيء بخير عبد الله. الله انت يكبر خويا بك حميد، أخويا، وكنشكرك أخويا على الاستضافة. عايشيني شويه مرون، حيت هذا وقت ديال التحضيرات ديجا. لا كتزوج وداك الشيء، كان كانت شي لعيبات نوريهم لكم ان شاء الله ولكن في كاين الوقت واحد المناسب. القضية خويا، راه ضروري كتعطي للطويرات واحد شوية من الوقت ديالك، يعني ضروري راك عارف التنقية ضروري، يلا نقيتهم. وكتقلب عاوتاني الطويرات اش خاصهم. وانت انا قيت، أييه انا نقيت وكنبدلها مقفوزه، ضروري. أييه كنبدلها مقفوزه، كنحيد هادو كنطلعهم كي كنقادو نغسلهم، نعاود نردو لهم هادو ديال الحفاضه. فوز ديال وراك الحفاضه حاط واحد البروغرام ما شاء الله ديال تجهيز الحسون، علاج الكوكسيديا ما هادو شاء الله. هذا هو انا البروغرام غادي، اللي خصو يمشيو عليه، يعني الناس الموالين. انا كنت لحقت واحد الفيديو عليه، اياه اللي بغاه مرحبا، اللي ما بغاش مرحبا. والايام اللي خصك يعني تعطي فيها مثلا للماكله دوز اومني فيت، الاكل الماء تبارك الله دوز. عليك، تبارك الله عليك. عندك شي يعني خصك لما تكون حطيتش خصك، بروغرام بحال مكرم ما كاين والو اخويا ما حميد. نكذبش عليك، باغي يدخل واحد هي ويعطيها حقها، تاع حقها كامل، ايام سواء مقوله. طبيعي سواء كيميائي، حيت كاين واحد الناس ديال الطبيعي كتجبد لهم برودوي واحد كيميائي كينوضولي. اخويا كل واحد حميد كيخدم بداكشي اللي الله يرضي مريح، عليك، كل واحد كيخدم بالحاجه اللي هي هي، كاينه واحد الحاجه، النتائج ديال الكيميائي احسن من الطبيعي، هذه باش يفهموها بزاف ديال الناس. يعني هاد الناس اللي خرجوا هاد المواد يعني واش كان كيماويه ما واحد، يمكنش واش واحد خرجوها طبيعي ما هكاك. راه بحال هاد اونتيغوس باكشير، هذا يعطيني شي حاجه بحالو دابا في الطبيعي، صح، فاهم؟ هذا راه فيه خل تفاح كيداوي، او ميم طون كيداوي كوكسيدي وجميع امراض ديال البطن، ايه وكيحيد جميع الامراض اللي كاينين في الطائر كيخويهم. ما حتى شاء الله. الريحه ديالو اللي شميتيه، راه انت شحال تشمو، ايه ما تشمش بزاف اه بحال المقاطع. سبحان الله العظيم. هذا كينقي الطير من الداخل كامل، عمر الطير يمرض لك، كيتعطى يوميا. دابا بالنسبة هذا لهذا شحال كتعطيه من نقطة؟ كتعطي هذا نص مليم في اترو ديال الماء في نص. البدايه، قول لي كديرو في اترو ديال الماء. وملي كيبداو الطيار، ملي كيبداو الطيار يولفوه بعد ايه سيمانه، كتبدا دير مليم في اترو ديال الماء، كتعطيه يوميا. هذا عمر الطير يمرض لك، عمرو تشوف شي حاجه سميتها المرض، من غير لا عطيتيه حتى شي ماكله اللي تقدر يعني هذا تمرضو. اونتيبيوتيك، هذا وقايه وعلاج، وقاية وعلاج، وعلاج كتعطيه للطويرات يعني اللي ما كانوش مرض كوقاية وكداوي به، وكداوي بيه او ميم طون. وكداوي به. حيت بزاف ديال الناس، حيت كاينين شي حوايج في الطبيعي لي برودوي كيميائي، اللي خدام بيهم اخويا حميد، مثلا اعطينا كمثال على سبيل كاين المثال، بزاف. شنو بغيتي؟ امراض ولا شنو؟ مثلا بالنسبة للعلاج ديال الكوكسيديا، انا بالنسبة خويا علاج ديال الكوكسيديا، انا واخا هذاك يعالج الكوكسيديا، عندي انا الطريقه ديالي في العلاج. ايه وراه ديجا درت واحد الفيديو، واحد الطير ديال 2000 درهم رجعناه بالله، مرض من الموت. يعني دونك تسيف. لا كنقول لك الطير صافي اختار راسه ومصارنو سبحان الله وفرقع. العظيم. الطريقه ديال العلاج كنداوي انا بداكوكسين 4 في 1 الفانيدة الخضر، كات فوا اه 4 في 1، فكداوي 5 ديال الامراض. وخما دايرين 4 في 1، ما هي كداوي 5 ديال الامراض، حيت صعيب تشخص الحالة اللي مريض بها الطير. واخا يبانو لك المسارة من الفوخين، ولكن شنو فيه الطير باش مريض؟ واش من فعلا. بكتيريا؟ واش فهمتي؟ الله ما كداوي انت 5 ديال الامراض والطير ديالك كيرجع لك بخير، كدير نص حبة في السرابة لمدة ديال 5 ايام. واحد القضية اخويا حميد، دابا بالنسبة لك عطيتيني مثلا باش كداوي، واحد اخر غادي يقول لي لا ما غاديش تداوي لي هذيك الطير، لا ربما انا يقول لك انا نعطيك مجربها ما التجريبية، دارش ليا. دابا انت التجربة ديالك نجحت لك، واحد نجحت اخر ليا. تقرا ما تنجحش ليه. لا حيت كاينين بزاف ديال الناس كيعطيوها نهار يومين وما كيكملوش تريتمون. دابا راه واخا تعطيها للطير 5 ايام يكون باقي فيه المرض، فهمتي؟ خاصك تعطي لها 5 ايام وموراها تعطيها البكتيريا النافعه وتعطي لها فيتامين، حيت هذا كيضعف الطير، لونتيبيوتيك كيضعف الطير. وملي تعطي لها فيتامين، دواء الكبده، ضروري. كتعطي دواء ديال الكبده، ومورا دواء الكبده الا قلبتي الطير باقي مريض كتخلي ليه 3 ايام ديال الراحه وكتعاود ليه الطريطم، فعلا. حيت ماشي عطيه الفانيده صافي راه الطير داوي. والطير يعني اللي عطيتيه الدواء خصك تعطيه مثلا الماكله اللي هي متنوعه على كنقول لك الاقل باش يرجع في هذيك الفتره انا اللي واحد هو الميلونج، مريض انا فيها. كتشوف هنا واحد الميلونج، هنا فيه الزريعه ديال الشوك، هذيك بوصويفه، بوصويفه فيه الشيا، ايه فيه بيريلا، وفيه الزريعه. هذيك كنعطيها للطيار ديما، كنعطيهم الصبيه بحال هذا،
صبيع كنعطي الاختيار كامل مره وكاين في اللي كيقول لك السيمانه. لا ما بغيتش تخلط لي الماكله حقا غادي مي غيجيب لي فيتامين. دابا انت مقاول نعطوك العدس العام كامل كدير له. هذه هي المساله اللي بغيت نشير لها اخويا. هذا ما كيفكرش كيفكر راسه ما كيفكرش الطير ديالو. واش الطير في الخلا كياكل غير الزوان؟ راه ما كياكلش الزوان. غير كيقول لك بان الطير كيحرق. ما كيحرق حيت كياكل حبوب اخرى. تقدر مثلا الطويرات ديالك مثلا منحاصرين في قفص. وراه علاش علاش انا كنعطيهم هذا مره في السيمانه. ولكن كتعطيهم شي برودوي اللي هو ما كيخليش يعني هاد الماكله تاثر عليه. خل تفاح علاش؟ هذا كيحرق. هادشي هادي النتيجه اللي بغينا نوصلوا لها خويا حامد. راه بنادم راه خاصو يكون متوازن. راه ماشي غتبقى تتعلف في الطير ديالك وما تعطيش. راه الا عطيتيه الحبوب هذوك اللي فيهم الزيوت بزاف يضرب بالكبده. علاش حنا كنديروا الدواء ديال الكبده مره في السيمانه؟ اييه باش الطير ما يخرجش لينا في الاخر ديال السيمانه مريض. هيا كتعطي دواء الكبده كتهنى. إذا تبعتي البروغرام درتي شي بروغرام. تبارك الله عليك اخويا حميد. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. ها انتم الاخوان حميد. ها انتم راه ديرك يا خونا دير الحفاضه الاول. تبارك الله ما شاء الله. ها الثاني يعني الاخ حميد راه ماشي اييه. ها الاخر تبارك الله هذا راه حال عليه حيت البداله الثانيه ديالو. اييه ما بغيتش نسد عليه. بغيت يبدل عريان. انت يعني اختاريتي هذه البداله الخامس كيتصاوبوا باش يبدل عريان. الرابع تبارك الله ما شاء الله. لا البداله ديالو ضربه في كاخو الاولى. وكاين البداله الثانيه بغيتو يبدل عريان. يعني انت بغيتي تبدل لي النمط ديال باش ديال البداله باش دوز عنده بداله يراك. دابا هاد الكاخونات كتصوب من راسك اخويا حامد. هادو شريتهم. اييه هادو كنصوب فيهم. هادو ملي غنصوبهم غيطلعو مزيانين غنكمل على هادشي. اييه صوم بطريقتك. معقوله معقوله خويا حميد. نشوفوا خويا السلاك ان شاء الله باذن الله. مرحبا نوريك بعد الطبيعه. واخا الجو شويه غير ملائم ولكن ما عندناش مشكل. انا نوريك الطويرات. اييه مرحبا مرحبا بسم الله. كاين وقول لي حتى الطويرات اللي عندك للبيع اللي معروضه للبيع. لا ما كاينش دابا. ياك دابا دابا ولفنا خاصنا دار وغادي نعرضوا واحد يعني واحد طوير ولا جوج للبيع. كاين شي طير دابا ما فهمتي باقي في البداله فعلا تعرضوا للبيع. بنادم بغى يسمع الثمن ما غي معقوله خاص الطير تيقولها يقولها. معقوله والله. ما كما كتشوف هذا هو هذا راه فيه شي نقيطات في وجهه. ياك هذا في وجهه وفي الكحوليه ما شاء الله وراه فيه واش يدفر. ما بغيتش نشد الطير حيت دخل البداله كما كتشوف. الطير يقول ما شاء الله. هذا ولد العش عنده ربع سنين حفاظه وخدمه. انا حفاظه ودانيه وداني وخدمه. راه كيضرب حداديات. انت من الناس اللي كيعشقوا يعني الودانيه. انا ما شوف وتحياتي للناس ديال مالايا. تحياتي للناس ديال مالايا. مي انا الدماغ ديالي ملي دخلت انا وبحثت مزيان انا مالاقا كتجيني بحال كناري. اييه وسموحات للناس ديال مالاقا. علاش؟ حيت مالاقا عندها نمط واحد. اييه يعني واحد حطيتي جطيار كيحافظوا نفس الكوبي يقدروا يخرجوا نفس بحال بحال في الكلام. فعلا. اما الودانيه الا حطيتي جوج طيار يقدر واحد يخرج لك بشي طلوق والاخر بشي طلوق ما يخرجوش من نفس الحفاظه بجوج. كاينه. لذلك احنا هزعنا الصعيبه. هذا الشيء اللي ربنا موقنين بغينا نفرخوا الموقنين حيت هزعنا الصعيبه. تبارك الله عليك. الله يحفظك. تبارك الله عليك. هذا عنده ربع سنين خدام كريه هذا عامين. اييه. وهذا العام راه يلاه كما كتشوفوا هو خدام عامين متابعه. هذا ملي كيصولوا هذي كطلعوا السلاكه. هذا شريناه مع واحد الصديق ان شاء الله غنقولوا من بعد. اييه ان شاء الله باذن الله. واخا يعطيك بعدا التفريخه ديال هذا العام ان شاء الله باذن الله. هذا تولعنا به مع واحد الصديق وخديناه بالثمن. راه ماشي الناس مش عارف. هذا قرايه اخر قرا خرج ليا. راه كما كتشوف واخا دابا حمر وداك الشيء ما حيدتوش من الحفاظ. خليه كيحفظ. واحد الحاجه الطيار اللي كيدوروا عنكم. اييه كما كتشوف الطير كيبان لك نورمال ياك. بالنسبه لهذا الطير هذا كيدور العنقله هو كيبان لي نورمال. التدوار ديال العنقله الخوت راه كيجي من ستريس. ملي نقربوا عندنا الطير بدا يدور في عنق شي. يعني عين فوا كيتستريس الطير كيبدا يدور في العنق ديالو. ملي كتبعدو بقى الطير عادي نورمال كيرصى. اللهم بارك. هذا راه البارفا كيما كتشوف تحمر ما فيهتيش العين. فعلا ولا شفتو تقول نتوا. ولكن هادو هما البارفا ديالنا ديال البلاد ديال ما شاء الله. الناس كنشوفوهم ملي كنقرب ليه كيدير هذيك. فعلا. لا الاول الطير عنقو لا داعي انك تسدو وتبقى تبيع فيه. الا كان مزيان عطيه شي قفيز كبير وحطو في شي بلاصه بعيده راه غيرتاح. حنا ما عندناش مشكل في هادشي ديال الوي العنق ولا كشي. المهم الطير شنو غيقول شنو غيخرج. هو يعني بطبيعه الحال انك تخدم معاه
باش تحيد ما حيد منو ديك التدويره وهادي تحيد لي التدويره ديال اليوم قالت الاوبس لك ما يبقاش يدور كاع وبغيناك اخويا تعطينا واحد يعني الناس اللي هما مثلا دوك الطويرات ديالهم كيتعراو مثلا من العنق ديالهم ومن هذا كتجي من ستريس ياك كتبقى شاعل على الطيره البولا أيه. يعني الضوء كيبقى شاعل عليه لواحد الفتره يعني من الليل حتى ل 11 الليل طير كيناس مع المغرب كتخلي انت صران حتى ل 11 الليل والصباح كيفيق مع الفجر يعني كيفاش دير هذا البروغرام وبالنسبه للعلاج اخويا العلاج اخويا انا دازو عندي تيار بالنسبه للتجربه ديالك التجربه ديالي كانت طلق السلاك ما كاين لا دواء لا هو شي ربعه تيار طالق من السلاكه كيجيبوا كل شيء ما بقى فيهم والله ما بقيت كنعرفهم ما بقيتش كنفرق بيناتهم شريت هو عند واحد الاخ راه كيجيب تريبورتور ما عرفتش سميتو جوال ولا ما شي حاجه اييه كانت عنده واحد النتو ديال السنبل كل قرعه متجول الحر متجول الحر وتحيه ليه من هذا المنبر اييه عنده واحد النتو كل قرعه من هنا ومن هنا ومن هنا شديت طلقت بالسلاك حيت لها كانت كيصيدوا بها حيت لها داك الخرصات اللي كانوا دايرين لها أيه. ومطلقه والله ما دابا والله ما كنعرفها اقسم بالله سبحان الله العظيم بحال الطير الطير اولا نتوما كترجع يعني للطبيعه ديالها كيولي الطبيعه ديالها الطير كيرتاح كيرتاح كيولي ينعس بكري ويفيق بكري بحال في الجو العادي ديالو راه اوتوماتيكمون الطير ما كيبقاش مريض راه نتوما عندي بنت العش كانت حاشاك البصقه خضراء شديتها طلقتها في السلاكه فين دابا راه نوري لك كي ولات تبارك الله تبارك الله ما شاء الله يعني السلاكه عندها واحد الدور زوين هادشي علاش كنقولوا كنصحوا بالسلاكات حنا احسن من القفوزه المهم نطلعوا نشوفوا السلاكه بعدا نكملوا لهم الجوله اي مرحبا مرحبا ماشي الناس يتولعوا ما شاء الله ما شاء الله هذا عقل شي ليه لك تعقل شي هذا قرع ديال شهر 3 راه داخل البدايه الثانيه كيشوف كيبدل الناس اللي كيقول لك نقي الكاز راه ما يمكنش انا كنقي كل نهار راه الطير داخل في البدال راه كنديروا 4 ايام 5 ايام هذا كنقيه حيت لبقيتي تنقي ليه كل نهار تبقى تستريسي في الطير هو داخل البدايه تبقى تخلع فيه تبقى ينقز وخا ديرونجي فيه خليه يبدل على خاطرو كاينه 4 ايام 5 ايام حيد ليه بدل ليه وعاوتاني خليه يرتاح تبارك الله عليك اخويا حميد تبارك الله عليك كاين ود العش عاد كاينين طويرات وخا بعنا بزاف راه كانوا عندي تبارك الله زار من 10 طيار كنحفظو وخرجو هذا ود العش بالك فيك 2.5 2.5 ما شاء الله واحد الحاجه راه كنحيد انا الباف ديال الحفاضه اييه وكنخدم بهذا ديالي هذا راه لاحظتي الا درتي في ودنك غتسمع الصوت كيفاش خرج فيلتري هو دابا بغا يطلق سمع دابا هذا كيطلق الصوت من فيلتري وما مجهدش يعني بحال دايره لي زيات يعني انت كتخدمو بطريقتك انا كناخذ هذا حيت فيهم الكاليتي اللي زوينه و حتى الصوت ما يضر في الطائر ما يستريساش كاينه حيت ملي كتستريسا الطائر في الحفاضه كيبدا يخرج في العيون المهم هذا راه ولي العش راه قريب يكمل ان شاء الله نتمنوا فيه خير بدا كيفاش غط اخويا كاخو يعني المرحله ديال البلوره ديال الكلام كيف ما كيقولوا كاخو ما كتسمع لا اياك فعلا خدام النهار كامل ما كتعرفوش واش كاين حتى يعطي النتيجه ديالو تبارك الله ما شاء الله راه باقي راس الدروس صفر كام يلا جايبين التحامر مؤخرا ولاو كيديروا لهم هاد البونجاج بالنسبه للكاخونات كيديروا لهم هاد البونجاج هادو هاد البونجاج مو لي بروفيسيونيل بروفيسيونيل اييه وبالنسبه للادويه الاخوان صوره شراء من الصوان راه حفاضه ديال 50 درهم عرفتي هذاك الباب اييه مخرج منه عطيت ثلاثه الحفاضات وكيحفظ على برا يعني راه المهم طريقه يعني زوينه وطريقه بدائيه ولكن كتعطي نتيجه لا حيت غتخدم هذاك على برا اللي على برا كيتصنطوا اللي في الكاخون كيتصنطوا غير باب واحد بلا ما تسير اربعه البيفون طريقه زوينه هذه باش والمينيتري ضروري من المينيتري الاخوان ما كتبقاش مبرز راسك ما هو المينيتري الاخوان هذا كتخدم الراس والطريقه ديال الاستعمال ديال هاد المينيتري سهله في الاول كتخدم ليه من الفجر للمغرب اييه واحد شهرين من موراها كتبدا تقسم ليه الحفاضه دابا انا كدير اللي قلت لك ديال المغرب الفجر للمغرب دابا انا داير 6 الصباح ل 10 اييه ودير 12 للوحده ساعه ديال المكانه ودير من 4 ل 7 ديال العشيه للمغرب كيطفى
هاد القضيه زوينه ديال الميليتري راه كانوا كيخدموا بها الناس شحال هادي. لا بروفيسيونيل ولكن يعني ما تمشيش انت يعني كتبروغرامي الميليتري وكتبقى هاني خدم الراس كتقدر مثلا تكون مثلا في الخدمه وكيخدم هو خدام ما يديش كيطفى في الوقيته اللي بغى الوقيته اللي انت بروغرامي عليه. بالنسبه لنا انا الزريعه ديال الحريه راه مزيانه الاخوان غادي تلقاو مره في السيمانه للطيار راه كتسخنهم وكتعطيهم لي فيتامينات وكتعرفوا المغني راه اكثريه كتاكل الحريه اييه فهمتي فيها شنو هذيك افونتي انا كانوا كلو بها دوك ستيباطات عندنا باطي ضروري ما تعطي الطيار ديالك اييه اييه كنعطيش البيض انا كنعطي الباطي علاش حيت الباطي ما كيخسرش البيض كيخسر فعلا هذا خروب هذا تروق جديد الجاويش وكيتعطى كيوجد الطيار هذا خروب راه كاين واحد الوصفه ديالو انت ديرها ليكم هذا الميلونز هو اللي وريتو لك قبيله اييه بالنسبه لهذا خويا حميد كون بيتريكو خويا هذا الكومونس والايكولي واخا تشوفوا ديال الحمام حيت الحمام والمقرين عندهم تقريبا نفس الامراض اييه بزاف ديال البرودويت ديال الحمام بحال هاد الدافوكسين راه ديال الحمام وفي كيداوي المقرن هادو اكثرية البرودوي ديال الحمام كيخدمو للمقرن فيه فيتامينات فيه فيه العناب فيه التومة فيه بزاف ديال اللعيبات الطبيعيين اللي كيحاربو لك امراض بحال التريكومونوس والايكولي وبزاف ديال اللعيبات هذا كاين عليه واحد الحلقة حيت غتكون حلقة طويلة كنشكرو السي نجيب حيت هو اللي صيفطو لينا من برا اييه تحيه ليه من هذا المنبر هو كيدير هذا لاطاك كيدخل المغرب كيدخل الجزائر وبزاف ديال اللعيبات هو راه كيسكن هنا في الدرب ديالنا وحنا ان شاء الله راه نخدموا مع بهذا لاطاك واخا تشوف هاد البرودويت كاملين ان فوا يساليو لينا غنبقاو نخدموا بلاطاك مرحبا لاطاك احسن ما كاين واخا الثمن ديالها طالع احسن ما كاين في لي برودوي بالنسبه لهذه شحال دايره هذه 350 درهم طويله ياك كاينه دايره شويه الثمن ولكن الناس اللي باغي تخدم و باغا تهلا في الطويرات ديالها هادشي اللي كاين اومني فيت اومني فيت هذا كيتخدم مع الانتياوي العام كله هذا كيتعطى مره في السيمانه اييه كيخرجوا واجدين لك في الوقت هذا الكالسيوم كالسيفيكس هذا كيدير 110 درهم كيكونوا جوج بواطات اومني فيت راك ما عارفين شحال داير والله ماشي ساهل يعني باش تخدم مع الطويرات وباش يعني توجدهم للخدمه 180 درهم اييه 90 طابيرنيل كنا كنسمعوا بها شحال هادي مطوطه هادي كانت كتعطى الطويرات الخلويين ملي يلاه كيجيو من الخلا كانت كتعطى لهم سبحان الله كيرجعوا الطاقه كيرجعوا تبارك الله واعره الطوطه وهادي الاد دي 3 او ديال الهيازه هذه ملتي فيتامين وهذا هيازه كنهيجوا به الطيور هذا فيرموكس ديال الحناس طويرات اللي فيهم السنتو والحناس هذا كيتعطى 4 نقطات في الشراب هذا ما حافظ السميه ديالو سيفاكينول سيفاكينول هذا احسن من شي صلاح احسن من روكساسان ديال البرد هذا كما كتعرفوا روكساسان ديال البرد هذا احسن منه وفعال عليه هذا بحال روكساسان كنديروا للطيار ملي كيضربهم البرد داكشي كاين مثلا اخويا حميد اللي كيقول لك بان الادويه هنايا عندنا شويه ناقصه من الاحسن انني نوصي شي واحد اللي كاين مثلا في اوروبا هذوك الناس كيجيبوا الادويه من الأحسن. يعني انا خديت هذا من عند الاخ نجيب راه من برا هذا وفي طلبات 2025 واش كاين الناس اللي كيخدموا الكوبي هنايا راه كاينين مصانع صاحبي مصانع بحال هذه انا حيت كنديرها كنرش على قبل البرغوش وداك الشيء اييه كنرصو في حيطو داكشي هادي من اوريجينال دايره مصايبه في المغرب والبواطه مصايبه في المغرب والتيكيته مصوبه في المغرب نعطيك مثال على هادو هاد القراعي الصغار اللي كيصوبو الدراري ديال البرودي واخا هادا خدينا من عند سفيان سفيان راه موثوق هاد القراعي الصغار هاد التيكي فين كتصوب هنا في المغرب دونك هذا راه موثوق منه ان خدينا من عنده دوريجين واحد اخر راه يقدر يغشك دونك هذا ابسولفا كونتراكس هادو ديال الكوكسيديا يعني راه عندي بزاف ديال الادويه ديال الكوكسيديا ماشي واحد يعني الا ما صلحش هذا كيصلح هذا تبارك الله عليك اخويا حميد التخطيره ديال القميضه اي الفاكسان هاد المرات راه القروعيه اللي كيقرعوا الطيار اييه الا درتي هذه بيريمي راه كتقرع لك الطيار
كتزيد كتكمل عليه. كترد ليه جلده صفراء، ولا رجعت ليه جلده صفراء صعيب باش يرجع. هذه راه واحده من الاسباب. الله ما دي مسري جديد. كاينه هذا كالسيكولينا، وكاين انا كاف في واحد ملتي فيتامين كان سالي ليا، دير فيه ملتي فيتامين سميتو افيتي افيتيل افيتيل ديال البنادم. كيما شتي دابا عندنا ثلاثه ديال لي فيتامين ان توتال، هذا افيتيل اومنيفي، وكاين كل واحد وكل كيفاش كنخدمو به. يعني ثلاثه ديال لي فيتامين انا عندي، ماشي غير فيتامين واحد. هذا راه الحفاضات كنديروه اورو، كتشوفو هذا بروموتور، هذا هو اللي كنا نصحنا به الدراري. هذا بروموتور اخويا واحد الاخ راه سولني وقال لي اخويا ما لقيتوش في السوق، قال لي تقطع. لا راه كاين عند رضوان. رضوان، شكون رضوان؟ اللحيه اللي كيكون في القواس. اي كيكون هي السبت والحد ياك. المهم اللي سمع الاخ الا سمعني يمشي عند رضوان غيلقى عنده ان شاء الله باذن الله. الانتي بو كنفرسوه في الشكاير في الحفاضات في الفوندات من التحت، باش كتمشي قميله كتموت، كتمشي ليه كتموت. ولكن ضروري خص يعني القفز يكون عنده السرير. لا باش ما يهونش ليه تحت من القفز. كداك كنديروها في الفوندا صافي الشكاره من التحت. فهمتك. هذا ايباتيك دو ديال الكبده، وهذا الاوسينينيون ديال التوجيه ديال الاناث والذكور. الاخوان الا بغيت هو فعلا هادشي كيبغي مصاريف. هذا الانتيغوس باكتيري راه دوينا عليه. هذا خوت ننصحكم به، هذا الا بغيتي تهلا الفطير ديالك خذوا راه القرعه ديالها 50 درهم، راه تعطي نص مليم قول مليم في اطرو ديال الماء راه يضرب لك. هذه راه فيها شي 125. هادي هذا جربت شي هذا؟ هو خدام بها، راه كنعطي البيار كامل نسلاه كامل. هذه البكتيريا النافعه، البكتيريا النافعه كنعطيوها مورا التريتمون باش تطلع المناعه للطير. المناعه اييه، باش كاين اللي كيداوي الطير وكيعاود يمرض ليها. انت راه ما عطيتيش الباكسين بحال كيدير الفاكسان الاولى وكيعاود الثاني. دونك الخوت هادو هما الادويه اللي كنخدمو بهم، وبزاف ديال العيبات ما عندناش يلاه ناويين نشريوهم ان شاء الله. وكما كتشوفوا راه انا راه جيتي تحسب راه تقدر تشري طير كاع داوي بفلوس الادويه، ولكن حنا ما عندناش واحد 2000 درهم ولا 2500 درهم. شي 1000 هو الصرف. انا راه هادو 90، هادو 110، 110 50 درهم 7000 ريال. هنا 100 100 190 90 90 90 50، فهمتي؟ غاد 1500 درهم غتكون بحال هكاك. عاد زيد الحفاضات خويا حميد. مرحبا الخوت، شاركنا معكم هادشي باش الناس يستافدوا. الناس ديال الطبيعي تحيه ليكم، ما تهاجمونيش. راح نقول لكم واحد المثال اللي بسيط كنقولو ديما، راه نهار غطيح انت، نهار غطيح غتمرض، ما ينفعوكش الثومه، ما تنفعكش البصله، ما تنفعكش زيت، راه غتمشي للسبيطار يدقوا لك الثوم. شوف انت راسك، شوف الطير فاش كيجيب لك الكاو، راه ما غترجعوش بالطبيعي. دابا حيت الطير عندك في الدار ماشي في الطبيعه. راه ما غترجعوش الطبيعي. دابا انت انا مرضتي بالمصارم، وشرب شي الدواء ديال المصارم في الدار وما داويتيش، فين غتمشي؟ فعلا سبيطار ضروري. اييه الطير دير ليه شي حاجه، خذهم ها سكر انت حطهم، نهار يمرض لك الطير يلقاهم عندك. كاينه نهار يمرض لك الطير كل مره تاخذ حاجه وحط. نهار يمرض لك الطير داوي وسلام عليك خويا حميد. نكتفي بهذا القدر، تبارك الله عليك اخويا، ونطلع ونشوفوا السلاك اخويا. خمرونا شويه غيتشارك معنا. ماشي مشكل، عن حال. مرحبا مرحبا.